السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة أيا أس تي في. معكم أم نريمة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديرو حلوة سهلة بالبزاف. هاد الحلوة من حلويات الجافة، نتمنى إن شاء الله تعجبكم. مقاديرها بسيطة جدا، واللي هي عندنا لهنايا كاس تاع النشا واللي هي المايزينا، كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر، 3 حبات بيض، لافاني. هنا عندي لاغوم، نورمالمون هنا ندير لاغوم تاع الزبده باش نحي رائحه تاع الزيت وتجيك لي راهي مخدومه بالزبده. اليوم ما عنديش، راح ندير في بلاصتو لاغوم تاع اللوز الحلو، والفرينه حسب الحاجه. وهنا كاين ثاني زوج باكيات تاع لا ليفور. نبداو على بركه الله. بسم الله، احكمي ريسيبيون تاعك، حطي فيه البيض وزيدي فرصه تاع الملح وخلطيهم مليح. ملي تخلطي كيما قلت لك البيض هو الاولاني، ومن بعد زدنا السكر بالتدريج، ومن بعد ثاني الزيت بالتدريج. زيدي لهنايا لافاني، مغرف صغيره معمره مليح، وزيدي لاغوم هذاك اللي قلت لك تاع اللوز، وهي دو بريفيرونس ديري تاع الزبده. انا كل ما نخدم الحلويات تاع الزيت ندير لهم لاغوم تاع الزبده، يجيو مخدومين كلي راكي خدمتيهم بالزبده. زيدي خلطي وزيدي حطي هذاك النشا تاعك، حطي النشا ومن بعد خلطي. فوا تخلطي النشا بدا يزيدي في الفرينه تاعك حتى تحصلي على عجينه طريه ما تيبسيهاش. حطي شويه، زيدي لا ليفور تاعك زوج باكيات كيما قلت لك، والفرينه دائما صيريها وصيري لا ليفور. قاعدي تخلطي حتى تحصلي على عجينه طريه. هذيك العجينه اللي تحصلنا عليها عجينه طريه تلصق في اليد، بصح كي ترفديها هكذا شوفي هي هي طريه وتلصق في اليد، تقدري تشكليها، ها هي تقدري تشكليها وهي طريه. هاي لك دوكا نخليوها ترتاح شويه ونبداو في التشكيل تاعها. هذيك العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت قلت لكم تلصق في اليد، ها هي كي تمسيها هكذا تلصق في اليد، بصح كي تعاودي ترجعيها نورمال. هاي لك تقدري تشكليها، انا هنا خليتها ارتاحت ولات لي كتله هاي ليك طريه. دوك نبداو في التشكيل تاع الحلوه تاعنا. حطي يدك في شويه تاع الزيت باش ما تلصقلكش يدك، احكمي بيت بارتي منها هكذايا، ومن بعد طلقيها على شكل انبوده على شكل حربوش. تطلقي حربوش هكذا ومن بعد قطعيه. كيف تقطعيهم حكمي طبسي هكذا، حطي فيه شويه تاع السكر نورمال، ونحي هذوك الحرابش اللي قطعتي سقميهم هكذايا وحطيهم في السكر ديراكتومون. نحي سقميهم هكذا روليهم باش تسقمي لهم هذا الكوتي تاعهم، ومن بعد حطيهم في السكر ديراكتومون. هاملك بعد احكميهم من هنايا ديراكتومون من الطبسي، حطيهم في السنيوه اللي راح ديري فيها، ست فيهم هكذايا. وعاودي حكمي الموز اون دوزيام فوا وديري لهم دي تري هكذا. ديري ليسباس بيناتهم باسكو من بعد يزيدوا يطلعوا ويطلقوا روحهم باش ما يلصقولكش في بعضهم. انا دوك نكمل كامل الكميه اللي عندي نطيبها ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله.
هاي لك الحلوه تاعي بعد ما طابت وحطيتها في طبق التقديم. شوفوا كيفاش جات، ما شاء الله، حلوه جافه بسيطه، مقاديرها موجوده في كل بيت. نتمنى ان شاء الله تجربوها نتوما تانيك وتعجبكم. وهذه كيفاه جاتني الداخل، راني قطعت حبه دوك نوريها لكم كيفاه جات. شوفوا كيفاش جات، ما شاء الله، تجي كي شغل هذوك لي بودوار اللي تباعوا برا. نتمنى ان شاء الله نتوما تانيك تعجبكم وديروها لافراد العائله تاعكم. وفيما يخص لاغوم تاع الزبده، لا لقيتوه ودرتوه، ديروا مغرف صغيره خلطوها بين لاغوم تاع الزبده ولاغوم تاع اللوز الحلو اللي درت انايا، وزيدوا لافاني باش تجيكم بنينه بالبزاف هذه الحلوه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وديروها لافراد العائله تاعكم، وديروا لي جيم لا فيديو، ابوني للقناه، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاقارب باش تكون منفعه عامه. والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.